أخيرا شهر أكتوبر جه، حيث شهر الإفلاس، شهر زحمة الألعاب التقيلة. وبصراحة الشهر ده أنا شخصيا أعتبره بنافس كذا سنة بحالها. الفيديو ده هيكون عن أهم ألعاب أكتوبر وبناء عن موعد نزول الألعاب، بحيث من بداية أكتوبر حتى النهاية، يعني مش هيكون عدة تنازلي من الأقل اهتمام للأعلى وهكذا. فورزا موتو سبورت 7 واكتر من 700 عربية في انتظارنا، وعلى كلام الاستوديو تيرن 10 ان الجزء ده هيكون الافضل تقنيا وجمالا. اجمل حاجة ان الطقس بيأثر على اللاعب، بحيث لو الطقس ممطر السواقة هتختلف فيه عن الطقس العادي، فالتحكم بالعربية والسباق بيختلف اثناء تغير الطقس. لو العظيمة دراجونز دوجما دارك اريزن فاتتك على الجيل السابق، فلازم تجربها على اجهزة الجيل الحالي واللي اتعمل لها ريماستر. طبعا ده لو بتحب العاب الار بي جي، وخصوصا العاب زي اوبليفيون والعاب إلدر سكرولز القديمة وحتى دارك سولز 1. اتمنى بس كابكوم لما تشوف الجزء ده نجح يقولوا اي تفاصيل عن جزء تاني. اللي محمسني للجزء ده هو لان مونوليث برودكشن قالوا انهم هيقدموا قصة افضل من اول جزء، خصوصا ان القصة هتكون بين احداث لورد اوف ذا رينجز وذا هوبيت، واللعبة هتسمح لك انك تلبس الخاتم، وده هيخليك تقدر تكون جيش كبير من الاوروكس. طبعا نظام النيمسيس لا يزال افضل ما قدم في اللعبة، والجزء ده هيشمله تحسينات كتيرة على نظام النيمسيس. انا بقول من دلوقتي واضح ان الجزء ده هيكون مرعب بافتراء، وده اللي قاله شينجي ميكامي، ان الجزء ده هيركز على عنصر الرعب والخوف البشري بدل من البشاعة والوحشية. وشينجي ميكامي قال ان الجزء ده يتقارن مع الجزء الاول من ريزيدنت ايفل. اهم حاجة ان خريطة اللعبة هتكون اكبر، لكن هي مش خريطة عالم مفتوح، وبرضو الحرية اللي بتقدمها بحيث انك بتختار تلعب بين اسلوب ستيلز او اكشن، عكس الجزء الاول اللي كان بيجبرك على اختيار اسلوب معين. وبالنسبة لي الجزء ده هيكون افضل تقنيا بمراحل من اول جزء. مع اني مش متحمس قوي اني اجرب ساوث بارك ذا فريكتشارد بات هول، بس برضو لعبة مهمة وهي مبنية على مسلسل الشهير. اللعبة فيها ميزة جميلة وهي انها بتسمح لك تختار نوع الشخصية ذكر او انثى، والاختيار ده هيأثر على باقي شخصيات اللعبة بازاي هيتفاعلوا معاك. اللعبة طبعا قذرة بطريقة مضحكة. لعبة التحقيقات المليئة باختيارات مصيرية كالعادة اللي متعودين منه مع استوديو سوبر ماسيف اللي قدم انتل دون، وكل اختيار بتختاره بيأثر على مسار القصة، واي اختيار اما يخلي شخصيات اللعبة تموت او تعيش. لعبة هيدن اجندا لعبة ممكن تلعبها لوحدك، لكن هي متصممة بحيث انها تتلعب كواب. الاختيار فيها بيتم من خلال برنامج بتنزله على الموبايل، ولو بتلعبها مع صحابك ممكن مثلا تصوتوا على قرار معين. اللعبة المفروض كانت تعمل دعاية اكتر من كده. بصراحة مش عارف ليه شركة سوني مستبيع الموضوع ده، فكرة اللعبة عظيمة بس مفيش دعاية كافية ليها. اهم يوم في شهر اكتوبر كله Assassin's Creed Origins، عالم اللعبة العظيم الجميل الحيوي. بصراحة مفيش وصف لجمال عالم اللعبة. من اهم مميزات الجزء ده هو اسلوب الكومبات، بصراحة زهقت من كتر ما بشوف عروض عن نظام الكومبات. اتمنى بقى يجي اليوم ده عشان اجرب كل حاجة بنفسي. وطبعا القصة اللي متحمس لها ومتأكد بان قصة الجزء ده هتكون تعويض عن قصة الاجزاء اللي فاتت، كذلك الشخصيات الكتيرة وعنصر الاستكشاف، كل ده متأكد ان هيقدم تجربة ممتازة. مبروك لملاك جهاز سويتش على سوبر ماريو اوديسي، الجزء الافضل والاحسن والاروع في تاريخ السلسلة. طبعا ماريو غني عن التعريف، الجزء الجديد ببساطة هيقدم تنويع في العوالم مع حرية لاستكشافها. طبعا القبعة اللي معاك هتكون هي اساس اللعبة، لان من خلالها هتقتل بها الاعداء وهتستخدمها للقفز. بقول تاني هنيا لكم يا اصحاب جهاز نينتندو سويتش. واخيرا، بالرغم ان دايما القصة بتكون عادية في العاب الكلاسيكية، لكن مش هو ده المهم في ولفنشتاين 2 ذا نيو كولوسس، ولكن المهم هو الجيم بلاي الكلاسيكي. وطبعا في حاجة تانية مهمة الكل عارفها، واللي واضح ان استوديو ماشين جيمز هيقدمها برضو في الجزء ده باحترافية، خصوصا ان شخصية انيا هتكون موجودة. 9 ألعاب هيخلونا نشوف الويل. عموما هو ده الفيديو، قولولي في الكومنتس ايه الالعاب اللي ناويين تشتروها. شكرا على المشاهدة، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد السوري، see you next time.